لو الحكاية فيها إن فيتو وانا بقول نبدي لا احنا فعلا بنجيب راس خصائي. انا اخصائي شعر باخذ 93 جنيه في اليوم. الدكتور ضاحي جايب مساعدين اخصائيين بياخذوا 750 جنيه في اليوم. بذاكر فيران انا قاعد زي الترابيزه اللي في الجسم. لا ليه بس الموضوع ده في النهايه ليه خمس انا عايز وساهم في عملية تعليمية كبيرة جدا. مدرس مساعد حضرتك ممنوع ان يتعاقد مع مستشفى. يا سيدي اصبر عليا. مدرس مساعد في الجامعة ممنوع. بلاش تمنع نجيبهم. لا حضرتك. ما ليه طيب بس. بالقانون برضه. مش دولة القانون دي حضرتك. مش بروتوكول مش مفروض عليك. ده برفع كفاءة مستشفيات. انت اتعلمت على ايد مين? يا بي انا اتعلمت على ايد مين? بس خلاص. انا عايز استشير حضرتك. بس خلاص. انت دلوقتي بتفهم في الاشعه ولا لا? شاطر بتعرف تكتب التقارير ولا لا? ده مدرس مساعد اقل مني. انا عايز استشير يعلمني. انت دلوقتي بقى اقل منك. لا حضرتك. لما قبل كده كنت اقل منك. انا ماجستير 2008. بيجيني ماجستير 2013. ماشي ما يجيبوش? لا يجيب حضرتك. طيب. بس انا عايز استشير. انت متعين هنا. انا حضرتك متعاقد هنا من 8.